حول الموضوع ينضم لنا الدكتور ناصر حاج منصور، مستشار القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية. دكتور مساء الخير، أهلا بك معنا من إذن عبر الهاتف معنا الدكتور. دكتور ناصر، إلى أين وصلت المعركة؟ نسمع عن تقدم لقوات سوريا الديمقراطية بشكل يومي تقريبا، نسمع عن سيطرة على أحياء جديدة، ماذا يجري على الأرض يعني حتى من حيث ربما النسب؟ ما الذي تبقى لتحرير الرقة وهزيمة داعش؟ تحياتي لك ولكل السادة المشاهدين. بالتأكيد أن المعركة في الرقة مستمرة ومن كل الاتجاهات وعلى كل الجبهات، وإلى ثلاثة أيام يحصل تطور كبير أو تحرير حي كامل على الجبهة الغربية، ففي اليوم التالي بالتأكيد سيكون على الجبهة الغربية أو الجبهة الشمالية. واليوم كانت أو بالأمس كانت المعارك، وحتى صباح اليوم كانت معارك جديدة وطاحنة في حي النهضة، وهي الأحياء التي بدأت تتجه نحو مركز المدينة. قاتل فيها داعش بشراسة واستخدم كل تكتيكاته، واستخدم كل ما كان قد حضره من أنفاق ومثابة، لكن كل ذلك لم يجد نفعا، وقوات سوريا الديمقراطية تتقدم باتجاه مركز المدينة. وأعتقد أن التطور الذي يجري رغم المعارك العنيفة كان وفقا للمفصل، لم يظهر اشياء او مفاجات كبيره في هذه المعركه حتى الان تتعلق سواء بالتكتيكات التي تتبعها داعش او بنقاط المنيعه التي يقاوم فيها. خصوصا يجب ان ندرك ان داعش بدات تقريبا كما ذكر تحقيق القوه المطوقه معزوله عن العالم الخارجي، لا تستطيع ان تحصل على اي امدادات ولا تستطيع على اي امدادات بشريه ولا معونات عسكريه، لذلك تعتقد في استخدام الاسلحه هي ايضا الى حد ما. لا بل الشيء الابرز في هذا الاطار تظهر علامات انتصار اراده، نعم لم تعد قادره على المقاومه حقيقه في كثير من المقاومه. طيب دكتور ناصر، يعني محاولات داعش المقاومة أو ربما محاولة داعش، يعني التخبطات الأخيرة لداعش في هذه المعركة، سمعنا من خلال التقرير السابق بأنه داعش لجأ إلى إنشاء بعض الأنفاق حفرها لمحاولاته الهروب، يعني ماذا غير ذلك؟ يعني ماذا وثقتم من محاولات داعش المتخبطة في هذه المعركة الآن؟ ما عدا ذلك حقيقة الشيء الغريب أو الشيء الذي نخاف ان نتفاجئ به هو طرق استخدامه للمدنيين كدروع بشريه كما حصل في الموسم او ما شابه، لكن حتى الان لم تظهر هذه. هناك عدد ربما قد لا تكون كما قال الامم المتحده 100,000، اقل من ذلك العدد موجود 98,000، لكن يظل رقما كبيرا، لا زال هناك رقم كبير من المدنيين. المشكله الكبيره كثره القناصين والسيطره العامه وحساسية المعركة والخوف الذي زرعه داعش في قلوب المدنيين يمنعهم أحيانا كثيرا من المحاولة باتجاه الهرب، وهذا يلقي أعباء إضافية على قوات سوريا الديمقراطية لمحاولاتهم الجادة في إنقاذ المدنيين. طيب هل وضعتم خطة محددة دكتور لإنقاذ المدنيين كسوريا ديمقراطية، كقوات سوريا ديمقراطية، خطة محددة وضعت لأخذ بعين الاعتبار كل هذه المعطيات التي ذكرتها؟ الكريمة لنكون واضحين، خطة عامة هناك موجودة خطوطها العامة، لكن تبقى المسألة مسألة تكتيكات عسكرية تتبع في ساحة المعركة لتأمين ولو ممر صغير آمن أحيانا لإنقاذ عدة بيوت أو لإنقاذ سكان شارع أو ما شابه، وهذا حقيقة التنسيق الكبير بين قوات سوريا الديمقراطية والتعارف الدولي وتوفير الغطاء الجوي وتوفير الغطاء الأرضي أيضا، هذا ما نحاول دائما تنفيذه، وخصوصا الناحيه العمليه بعد فرار عدد كبير من اهل الرقه، امكانيه التواصل مع اهل الرقه في الداخل رغم الصعوبات. نعم. هذه كلها عوامل تساعد في تحقيق الممرات الثانيه. شكرا لك على هذه المداخله معنا من القامشلي الدكتور ناصر حاج منصور، مستشار القياده العامه لقوات سوريا الديمقراطيه، شكرا جزيلا لك.